النهارده هنعمل كوكتيل فواكه طبقات. المكونات في حاجات اوريدي جاهزه معصوره وفي حاجات هنعصرها. المكونات بتاعتنا عصير مانجا او مانجا مضروبه وفراوله مضروبه وعصير موز او موز بلبن مضروب وكيوي، هنعملها دلوقتي بشويه ميه. بس هنبتدي الاول بتجهيز الحاجه. جيب خلاط، حط فيه كيوي وميه، حط شويه ميه، ونخلط. ممكن نبقى نسيب واحدة جارنش بعد كده. ده عصير الكيوي جاهز. نبتدي بالفراولة الأول. هقول نحطها بس كده في الآخر عشان يعني ما نتعلمش من بره. عايزين كل طبقة منفصلة. بعد كده المانجا، من كده الموز، وأخيرا الكيوي. عشان تتلخبطش كده العصير بتاعنا جاهز. عصير فواكه طبقات، فراولة مانجا موز وكيوي. ساندوتش وحاجة ساقعة بالهنا والشفا.